والآن نتحول إلى توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية وأهم أنباء الطقس. دينا معها التفاصيل، تفضل. شكرا لك نهى، شكرا لك ريهام، والآن موعدنا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرات الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها من القاهرة: والعظمى 27، الصغرى 28، اسكندرية 25-16، مطروح 25-16، بورسعيد 25-20، إسماعيلية 28-17، السويس 27-20، العريش 26-19، طابة 25-19، شرم الشيخ 28-21، الغردقة 28-20، الأقصر 28-18، أسوان 29-18، الوادي الجديد 29-14، شلاتين 30-23، وأخيرا حلايب 27-22. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.